التكريمات كانت مهمة جدا وكانت متنوعة بصراحة، تكريمات على المستوى الأكاديمي، تكريمات إنسانية وأنشطة طلابية، لكن كمان مركز أورام جامعة المنصورة كان ليه تكريم خاص جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. مركز المنصورة الأورام واحد من أكبر المراكز في منطقة الدلتا، وهو أول مركز أورام في الوطن العربي وإفريقيا يعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية. فكرة الاعتماد هي مش بس اللي بننتظرها، لكن احنا عارفين مستوى علاج الأورام في مصر، وعارفين أساتذتنا ودكاترتنا في مصر واصلين لفين في التميز في الأداء. دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام في جامعة المنصورة، أهلا بحضرتك ومساء الخير. أهلا بحضرتك. احنا بس بنعيد اللحظة الحلوة بتاعت امبارح كده عشان نفكرك وعشان نقول لك ألف مبروك يا دكتور، تكريم مستحق. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليكي. حقيقي من أفضل لحظات العمر، ويعني ده تقدير لكل المركز وكل الناس اللي بتشتغل في خدمة الأورام في المنصورة وفي مصر بوجه عام. إن سيادة الرئيس يكرم مركز أورام المنصورة. دكتور وليد، يعني يمكن احنا برضو مقصرين اننا ما نعرفش كتير عن مركز أورام المنصورة، لكن احنا عارفين انه في جهود حقيقية في مصر كلها، حملة 100 مليون صحة، حملة صحة المرأة المصرية. قولي مساهمات المركز في هذه الحملات، وايه النتائج الحلوة اللي تحب تشاركنا بيها بمناسبة تكريم حضرتك. تمام. هو المركز على فكرة بيشارك في أكتر من مبادرة من مبادرات الرئيس، منها أول حاجة القضاء على قوائم الانتظار، ومركز الأورام من أكبر المراكز ومن أكبر المستشفيات في مصر اللي بيقوم بالقضاء على قوائم الانتظار. تستقبله كم حالة شهريا مثلا يا دكتور؟ مع حضرتك تاني بعد إذنك. بسأل حضرتك عن أعداد الحالات اللي المركز بيستقبلها شهريا مثلا. احنا حضرتك بنستقبل يوميا ما يقرب من أكثر من 1000 حالة في اليوم. بنستقبل كل شهر ما يقرب من 15 ل 20 ألف حالة. المعدل السنوي لاستقبال الحالات من 175 ألف ل 180 ألف كل سنة. طبعا ده بيشمل عمليات جراحية على أعلى مستوى، علاجات كيماوية، علاج كيماوي للأطفال، عنايات مركزة، جميع تخصصات الأورام مركز أورام المنصورة بيقوم بخدمة. ويعني أنا أعتقد أن احنا الكشف المبكر يا دكتور وليد أكيد واحد من الأمور الهامة جدا على أجندة المركز. طبعا عندكم مركز مشاركين في مبادرة الرئيس لصحة المرأة، وعندنا عيادة يوميا بتشتغل عشان الكشف المبكر عن أورام الثدي تابعة لمبادرة الرئيس، وفعلا الناس بتيجي وبتكشف وبتعمل أشعات، ولو في أي حد وتم اكتشاف حالات كتيرة جدا لم تكن على دراية إن هي عندها أورام، ولكن بعد المبادرة بدأت تروح للوحدات الصحية، وبدأت الوحدات الصحية تبعتها للمراكز المتخصصة، وفعلا بدأ يتم تشخيصها ويتم علاجها، والحمد لله رب العالمين. دكتور وليد، يعني أعتقد أنه دي فرصة هيئة جدا وحضرتك معنا على التليفون أننا نتكلم أنه حملات صحة المرأة ما هياش موسمية، أنها موجودة على مدار السنة. يعني بسأل حضرتك لأنه حقيقي إجابة حضرتك مهمة، لأنه مهم الناس تعرف أنه على مدار السنة الكشف المبكر أو الكشف الدوري للنساء بينقذ حياة آلاف من المرضى سنويا. حضرتك صحح لي المعلومة دي. أكيد. هو حضرتك طبعا أنت عارفة حضرتك لو خدنا مثال مثلا أورام الثدي والكشف اللي هي أشهر حاجة عند أورام السيدات، الكشف المبكر ليها ده طبعا بزيارة الدكتور في أوقات محددة وعمل الاشعاعات زي ما الدكتور بيحدد، وزي ما هي حاجات عالميه متفق عليها بعد سن معين بيتم عمل الاشعه. ده طبعا بيفيدنا لو احنا اكتشفنا الاورام في مرحله بدري، ده حقيقي بيقلل على المريض سواء من اجراء العمليات بتبقى عمليات بسيطه او جايز احيانا كتير جدا في الحالات البدري، لا بيكون في علاج كيماوي ولا بيكون في علاج
اشعاعي، فده طبعا بيوفر جامد جدا بالزبط. على المريض صحيا وبيكون علاجه اكثر سهوله. بشكرك. كمان برضو بالنسبه لصحه المراه، احنا عندنا جايز في مركز الاورام احنا بنعمل دورات وتوعيه على جميع الاورام اللي بتصيب المراه، واحنا كان عندنا قريبا جدا كنا بنعمل تطعيم وتوعيه للتطعيم ضد فيروس هيومن بابلوما فيروس اللي هو بيسبب اورام عنق الرحم. وفعلا قمنا بتطعيم، يعني بدا بتطعيم بعض العاملين العاملات بالمركز واسرهم، لان ممكن يكون في النقطه دي برضو الناس ما تعرفش عنها، ولكن مركز اورام المنصوره بيعرف عنها ومن اوائل الاماكن في مصر اللي بتقوم بالتوعيه للحمايه من الاورام وليس العلاج فقط. فبالتالي قمنا بعمل محاضرات. اعتقد ان ده الدور الاكبر، وانا قادره افهم يعني ان شاء الله يبقى في عندنا فرصه اطول اننا نتكلم مع حضرتك في ده، لانه ده جزء من الوعي اللي احنا محتاجين نخلقه، هو اهميه هذه المراكز العظيمه اللي زي مركز المنصور الاورام، هي انها مش بس العلاج لكن الحمايه في المراحل المبكره وايضا الوقايه. بشكرك شكرا جزيلا طبعا. دكتور وليد شكرا النحاس يا فندم. شكرا. مدير مركز الاورام في جامعه المنصوره.